شكلت السلامة الطرقية ومشاريع البنية التحتية الطرقية وطرق السيارة محور للأنشطة التي قام بها في جهة سوس مسا وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر أعمرة. وبالنقطة الكيلومترية 406 من الطريق السياري الرابط بين مراكش وأكادير، تم تدشين باحة الاستراحة الجديدة عبد المؤمن المتواجدة على بعد 12 كيلومتر من محطة الأداء أمسكرود، والتي أنجزتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. بهذه المناسبة قام وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتفقد ورش توسيع وتقوية الطريق الإقليمي رقم 1708 على طول 70 كيلومتر بين أمسكرود وترودانت. كان عندنا جوج ديال المشاريع مهمة جدا كما لاحظتوا. كان عندنا هذاك المنحدر ديال أمسكرود اللي معروف بالحوادث ديالو، الحمد لله الآن درنا فيه واحد المحطة ديال الاستراحة، محطة كبيرة جدا فيها تقريبا واحد 4.5 ديال الهكتارات، واللي غتسع لواحد تقريبا 100 ديال الشاحنات الكبيره. وهذا واحد المشروع اللي كلفنا حوالي 35 مليون ديال الدرهم، وجا بطبيعه الحال من طرف شركه الطرق السياره باش يحل الاشكال ديال هذاك المنحدر اللي هو منحدر خطير جدا. بالنسبه لهذا المشروع الثاني، هذا واحد المشروع مهيكل بالنسبه للاقليم ديال تارودانت، لان غير ربط تارودانت بالطريق السيار تقريبا واحد 45 كيلومتر، واحد الكلفه تقريبا ديال 90 مليون ديال الدرهم. وهذه الطريقه تكون بواحد المواصفات جيده جدا، لان الطول ديالها غيكون تقريبا 9 ديال الامتار، وهذا غيكون عنده واحد الاثار ايجابيه اولا على الانسيابيه وعلى الجوالين، ولكن كذلك بالتابع ان شاء الله على المجال الاقتصادي والمجال السوسيو اقتصادي بشكل عام. خلال هذا اللقاء أعطى السيد عبد القادر عمارة انطلاقة أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطني رقم 1 على طول 20 كيلومتر بين تيكرت وتمري بكلفة مالية تناهز 82 مليون درهم، حيث يهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى الخدمة والسلامة لمستعملي هذا المحور الطرق الهيكلي الرابط بين أكادير والصويرة.